مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه معكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية وحتى الدولية. وبعد هذا الفاصل، البداية من موقع روداو، ونقرأ مقالا للكاتب معد فياض. يقول فيه فياض: يتداول العراقيون منذ أكثر من يومين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سجالات وأحاديث وصلت حد التطرف في الآراء حول ما الذي جرى وحدث لنجم الكرة العراقي أيمن حسين كابتن المنتخب العراقي لكرة القدم، الأمر الذي لا يتعلق بجدارته وإبداعه ومهارته المتفوقة المعروفة في لعبة كرة القدم وما حققه من إنجازات كروية وما سجله من أهداف لصالح المنتخب الوطني العراقي. الأمر وببساطة تامة أيها السيدات والسادة يتعلق بالمستشفى التي نقل إليها الكابتن العراقي أيمن حسين بعد إصابته البالغة في المباراة التي جرت بين المنتخبين العراقي والعماني في ملعب جذع النخلة بالبصرة. فالعراقيون اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي ما زالوا يهاجمون المؤسسات الصحية العراقية خاصة في البصرة، وأنه بعد أكثر من 21 سنة مضت لا توجد مستشفى متميز لعلاج أيمن حسين، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى في الكويت بعد تداول الأخبار حول عدم قدرة مستشفى دار الشفاء بالبصرة على معالجة حالة نجم المنتخب بسبب ضعف إمكاناته ونقله إلى الكويت. هل هذا يبرئ المؤسسات الصحية العراقية الحكومية والأهلية عن تقصيرها؟ أو يجعلنا نطمئن بأن مستشفياتنا متطورة من حيث الكفاءة والأجهزة والحرص على أرواح المرضى؟ ولو كانت كذلك لما قرر كل من درجال ومحمود ولشدة حرصهما على أيمن حسين نقله على وجه السرعة إلى الكويت باعتبارها أقرب مكان إلى البصرة تتوافر فيه مستشفيات متطورة ويمكن فيها الاطمئنان على صحة الكابتن أيمن، ولا سيما أن الجمهور العراقي كما درجال ومحمود كان قد فجع سابقا برحيل الكابتن أحمد راضي بسبب سوء الخدمات والرعاية الصحية في المستشفى الذي كان يرقد بها خلال إصابته بكوفيد كورونا. لو كانت مستشفيات العراق متطورة وحريصة على أرواح المرضى لما ذهب المئات أو الآلاف من العراقيين للعلاج في الهند وغيرها سنوية. ولنسأل: لماذا يفضلون مستشفيات إقليم كردستان على سواها من المدن العراقية؟ وحسب اعتراف وزير الصحة والبيئة العراقي الأسبق جعفر علاوي الأستاذ بجامعة لندن، وفي حديثه لروودو المنشور يوم الأربعاء 4 أيلول 2024، بأن أوضاع الصحة والبيئة في العراق سيئة للغاية، مشيراً إلى أن الجامعات والمؤسسات الصحية في أوروبا والولايات المتحدة سحبت ومنذ سنوات عديدة الاعتراف بشهادات خريج الجامعات الحكومية والأهلية العراقية، خاصة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة. إلى صحيفة المدى، ونقرأ منها مقالا بعنوان: متى يتوقف أصحاب السلطة عن حبس أنفاس العراقيين؟ سؤال وجيه للكاتب عصام الياسري في أعقاب احتجاجات تشرين عام 2019، حيث استخدمت الحكومة والحكومات الماضية وحتى الحالية أسلحة حية وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وبلغ القمع ذروته باستخدام المتفجرات والمفخخات. اليوم يبدو أن السلطات عادت من جديد إلى ذات الأساليب، حيث تم إنفاق مئات الملايين من الدولارات لشراء قنابل الغاز المسيلة للدموع، مما يثير تساؤلات عدة حول الهدف الحقيقي المرجو من هذا التوسع في استخدام القنابل، خاصة وأنها تستخدم غالبا في انتهاك حقوق الإنسان، حيث يشهد العراق اليوم أزمة سياسية واجتماعية خانقة، حيث تزداد معدلات الانتحار في المجتمع بسبب الأزمات الاقتصادية الخانقة والاجتماعية منها، مما يعكس عمق المشكلة وتجاهل الحكومة
المصر لمصير الشباب. النظام الحالي في العراق الممسك بزمام الأمور كما يبدو منذ عقدين يظهر عدم اكتراثه بمعاناة الشعب، مما يؤدي إلى تزايد الأزمات والتدهور في البلاد. اليوم تعود ماكينة القمع بذات الأساليب وذات الأدوات من جديد، ونقرأ في وسائل الإعلام أن الحكومة العراقية أنفقت مئات الملايين من الدولارات لشراء 732 ألف قنبلة جديدة من قنابل الغاز المسيل للدموع للمرة الأولى في العام الماضي من كوريا الجنوبية، واشترت 478 ألف قنبلة إضافية في النصف الأول من هذا العام، وخزنت بالفعل في العديد من المحافظات الجنوبية. على وجه التحديد نسأل لأي غرض يتم شراء هذا الكم من القنابل التي ليس فيها فائدة لدرء خطر عسكري يتعرض لأمن البلاد، إذ من المعروف أنها تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان فقط. ليس غريبا أن تمارس السلطة أساليب العنف المفرط بحق أبناء شعبها عندما يتعلق الأمر بمصيرها السياسي، ولكن بحسب علم المنطق الأمر الغريب حينما تمارس الخداع والكذب لتضليل الرأي العام لتمرير صفقات مشبوهة تضر بمصالح الدولة والمجتمع، مثل شراء قنابل الغاز أو مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشقيه القانوني والموقف من المعارضين للتعديل، وفي أساليب شبيهة بالتي أفرزتها أحداث تشرين وتجاوزت حدود اللياقة الأخلاقية على المستوى السياسي والاجتماعي، مثل توجيه الاتهام بالعمالة والانحراف ووقوف أياد أجنبية وراء كل حراك شعبي معارض. وعن قناة أمريكية موجهة ومن موقع كتابات نقرأ مقالا بعنوان تجربة مرة لقناة الحرة لكاتب سامي جواد كاظم، حيث تأسست قناة الحرة. يقول كاظم كمبادرة لتحسين صورة أمريكا بعد غزو العراق، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها. القناة لم تضف شيئا جديدا للواجهة، وفشلت في التأثير الإيجابي على صورة السياسة الأمريكية في العراق وفي المنطقة كذلك. الفشل في تحسين الصورة الأمريكية كان واضحا وجليا، حيث أظهرت تقارير وأبحاث متعددة أن القناة لم تنجح إطلاقا في تغيير الرأي العام. تم إنهاء عقود العديد من المراسلين والموظفين بسبب هذا الفشل الذريع في العراق تحديدا، ولا تزال القناة تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم جدواها في تحسين العلاقات العامة للولايات المتحدة الأمريكية لدى العرب. بينما على أرض الواقع العراقي كانت القوات الأمريكية ومعها بريمر من أسوأ خلق الله في العراق، وحديث العراقيين عن الاعتداءات الأمريكية على المواطنين حدث ولا حرج، ولأننا لم نطلع بما فيه الكفاية على المهنية الإعلامية المميزة، لكننا لم نتعاطف مع القناة بعد فترة من انطلاقها. وعندما يكتب شخص متخصص عن خطيئة واشنطن المتمثلة بقناة الحرة، ألا وهو طارق الحميد رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط في حينها مقالا بعنوان الحرة خطيئة واشنطن، فإنه وضع النقاط على الحروف بخصوص تجربتهم الفاشلة هذه التي لم تضف شيئا بل لم تغير شيئا من رأي الجمهور في أمريكا. كتب مجدي خليل في مقال له قبل إعلان فشل الحرة عنوانه لماذا فشلت الحرة ومن أسباب الفشل، ذكر الآتي: كل ما فعلته الحرة أنها قدمت برامج باهتة. سنة 2019 قامت قناة الحرة العراق بإنهاء عقود عمل مجموعة كبيرة من المراسلين من الجنسية العراقية، وذلك لخيبتها في تحقيق أهدافها. كيف تتحسن الصورة للسياسة الأمريكية وهي تتحدث علناً عن دعم الكيان الصهيوني في إبادته للشعب الفلسطيني؟ إلى طريق الشعب، ونقرأ تقريراً منها بعنوان اليوم العالمي لمنع الانتحار. مراقبون: الحكومة لا تبالي بمصير الشباب والمراهقين.
في العراق أيها السيدات والسادة، تزايدت معدلات الانتحار بشكل مقلق ولافت، حيث ارتفعت الحالات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس ضغوطا اقتصادية واجتماعية هائلة. الحكومة الحالية أقرت استراتيجية وطنية لمنع الانتحار، ولكن الأرقام تظهر أن الوضع لا يزال حرجا والجهود المبذولة غير كافية إطلاقا. الأسباب تشمل عوامل نفسية وأخرى اقتصادية واجتماعية، حيث تلعب الأوضاع السياسية والفوارق الطبقية دورا كبيرا في تفشي هذه الظاهرة. وخلص التقرير إلى القول إن الأوضاع السياسية في البلاد تلعب دورا كبيرا، فهناك حالة من اليأس تنتشر كالنار في الهشيم، يأس من كل شيء حتى من إمكانية تبدل وتغيير الأوضاع، ناهيك عن الفوارق الطبقية التي ظهرت مؤخرا والتوسع الطبقة الفقيرة وانتشارها بشكل مخيف، وبروز أخرى غنية تستغل وتسحق الفقير والشعور باللا جدوى وموت الأمل الذي يقود إلى أعلى مراحل اليأس المتمثل بالانتحار. في العراق تتنامى وتتصاعد معدلات الانتحار بشكل مقلق، حيث يعاني ألاف الشباب ضغوطا اقتصادية واجتماعية قاهرة دفعتهم إلى أقصى مراحل اليأس وفقدان الأمل. حالات الانتحار تضاعفت خلال العقد الأخير بنسبة مقلقة، وباتت تشمل حتى فئات عمرية يافعة لم تتم العقدين، ترتبط بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية، التفكك الأسري، وغياب الدعم النفسي، في وقت تسود فيه حالة من الإحباط الجماعي نتيجة الأزمات المتراكمة التي تواجهها البلاد. وعلى الرغم من الجهود المزعومة لتطبيق استراتيجية وطنية لمنع الانتحار، يبقى الواقع بحاجة إلى خطوات فعلية ناجعة وفعالة لتخفيف وطأة الظروف التي تدفع الأفراد نحو هذه النهاية المأساوية. وكشفت وزارة الداخلية في وقت سابق عن عدد حالات الانتحار خلال نحو السنوات التسع الماضية في العراق، وأظهرت تلك الإحصائيات تصاعداً مستمراً في أرقام هذه الظاهرة لأسباب يعزوها المختصون إلى ثلاثة جوانب رئيسة: النفسي، الاقتصادي، الاجتماعي. إن هناك تزايداً وتقبلاً مقلقاً للانتحار الذي لم يعد حالة فردية كما في السابق، بل يكاد يكون حالة تتكرر بشكل يومي أو شبه يومي. إلى صحيفة الاندبندنت ونقرأ مقالا منها بعنوان: بوتين لن يستسلم أبدا في أوكرانيا، للكاتب بيتر شرودر. بعد أكثر من عامين تماما على الغزو الروسي لأوكرانيا، يظل بوتين ملتزما تماما بمشروعه، ولا يتوقع أن يوقف الحرب تحت أي ضغوط كانت، حتى وإن كانت غربية. الاستراتيجية الغربية، يقول التقرير، تتضمن دعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا مع الانتظار حتى يترك بوتين منصبه، حيث يبدو أن بوتين غير قابل للإقناع ومصمم كل التصميم على تحقيق أهدافه الاستراتيجية كاملة. ويضيف كذلك أن إضعاف قدرات روسيا أمر غير واقعي، وفي ظل التزام بوتين بالحرب وقدرته الكاملة على مواصلة الزج بجنود الروس والموارد في القتال، فمن غير المرجح أن ينهار الجيش الروسي، وسوف تتطلب هزيمة بوتين ميدانيا في أوكرانيا زيادة كبيرة في الذخائر، ولكن الولايات المتحدة لن تبدي أي معاونة أو زيادة في الإنتاج في الأرض هناك في الحرب، ولا حتى دفع مبالغ لشراء قذائف المدفعية اللازمة سوى خلال عام 2015 مؤخرا. ربما ستكون هناك مساعدة في السنة القادمة، وحتى هذه الزيادة لن تكون كافية إطلاقا لتلبية متطلبات أوكرانيا في ساحة المعركة. إن كون الحرب بعيدة كل البعد من حسابات بوتين العادية للمخاطر يشير إلى أنه اتخذ قراراً استراتيجياً في شأن أوكرانيا لا يرغب في التراجع عنه. إن قراره بإرسال الجزء الأكبر من الجيش الروسي إلى أوكرانيا عام 2022 ثم حشد مزيد من القوات عندما فشل هجومه الأولي يدل على أنه يعد الحرب أهم من أن تفشل،
وعلى الرغم كل كلف قراره بالغزو، يعتقد بوتين على الأرجح أن كلفة التقاعس عن العمل كانت ستبقى أعلى، أي أن روسيا كانت ستعجز عن منع ظهور أوكرانيا منحازة للغرب، وهو ما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لثورة ملونة ضد روسيا نفسها. ثورة ملونة هي ثورة شعبية، واللون الذي يعتمده أنصارها. ويعتقد بوتين أنه إذا لم ينجح الآن فإن روسيا مقدر لها أن تتكبد هذه الكلفة نفسها. وبالنظر إلى أن هذه هي على الأرجح الطريقة التي يقيم بها بوتين سيناريوهات المطروحة أمامه، فمن غير المرجح أن تقترب الضغوط الغربية من إجباره على تغيير رأيه وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لدى كييف وواشنطن. إذا كان بوتين غير راغب في وقف هجومه على أوكرانيا، فإن الحرب يمكن أن تنتهي بإحدى طريقتين فقط، إما بسبب فقدان روسيا القدرة على مواصلة حملتها، أو لأن بوتين لم يعد في السلطة. أحداث الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتير. أهلا بكم من جديد. نقرأ في فرانس بريس إلى تقرير وصور بعنوان مأساة السودان، موت وخراب بالحرب والفيضانات والكوليرا كذلك. لم تسلب الحرب يقول المقال وحدها حياة السودانيين، بينما مأساة المعارك والموت والهرب والنزوح والبحث عن مأوى وطعام وشراب والانقطاع التام عن التعليم وصعوبة الوصول حتى إلى العلاج وغيرها من المتطلبات. جاءت السيول هي الأخرى ومرض الكوليرا ليقتل ويشرد المزيد من السودانيين وسط غياب للمؤسسات المعنية. المناطق التي لم تبلغها الحرب قضت عليها السيول، الدمار كبير هنا، كثيرون خسروا بيوتهم وبات عليهم البدء من جديد، كأن بيوتهم لم تكن يوما على الأرض، وأن هناك سيول اجتاحت المنطقة وكذلك أمطار غزيرة، حيث اجتاحت كلها مدنا وقرى بالولايات الشمالية، مما أدى إلى انهيار مئات الأبنية وإغراق أراض زراعية وقطع زراعية، وتم قطع الطرقات كذلك، كما تعرضت مناطق ومدن ولاية البحر الأحمر شرق السودان لأمطار وسيول جارفة، أدت كلها إلى انهيار سد كبير هناك وسدود كذلك ربما، وفي النتيجة تضررت آلاف العائلات وقتل العشرات. ومنذ أبريل نيسان من 2023 تدور في السودان حرب طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان اتقلو، وتوقفت الغالبية العظمى من العمليات الإنسانية، في حين تغرق البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة بحسب الأمم المتحدة. إلى اللقاء. الانقراض جزء من دورة الحياة، فما يزيد عن 99% من الأجناس التي عاشت يوماً على الأرض اختفت من الوجود حتى قبل ظهور الإنسان. أما السبب فهو إما تغيرات بيئية أسرع من قدرة نوع على التكيف معها، أو دخول كائن مفترس إلى موطن النوع. يمكن أن يطال الانقراض جنساً واحداً فيكون فردياً، ولكن إن تسبب بفناء 65% أو أكثر من الأنواع الحية كل 100 مليون سنة فحينها يسمى جماعياً. ف
ثمة عاملان أساسيان يحددان شدة التهديد بالانقراض لأي جنس: حجم الجماعة التي يشكلها النوع ونطاق انتشارها الجغرافي. فكلما كان حجم الجماعة صغيراً وانتشارها ضيقاً، كلما زاد خطر تعرضها للانقراض، والعكس صحيح. شهدت الأرض في تاريخها 5 انقراضات جماعية، وقع آخرها قبل 65 مليون سنة عندما ارتطم كويكب بالأرض، فاشتعلت الحرائق وتفجرت تسونامي، ثم تصاعدت سحب الغبار والكبريت حتى انقرض ما يقدر ب 76% من الكائنات الحية، وعلى رأسها الديناصورات. يحذر العلماء اليوم من انقراض جماعي سادس بسبب التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية بشكل رئيس، يسمونه الانقراض الهولوسيني. وتقول التقديرات إنه في غضون 38,000 عام تقريباً يمكن أن يأتي على 75% من الكائنات الحية. في الوقت الراهن أكثر من 42,000 نوع من الأحياء تعيش تحت تهديد الانقراض. ومنذ مطلع الألفية الثالثة أعلن عن فناء 4 أنواع هي وعل البرنس في عام 2000، وحيد القرن الأسود الغربي عام 2011، دولفين بيجي عام 2017، وحيد القرن الأبيض الشمالي 2018، وأخيراً الضفدع السام سبلندد في 2020. رغم المخاوف، هناك معطيات قد تبدد قتامة المستقبل. فالأرض تشهد نشأة أجناس جديدة باستمرار عبر عملية تسمى الانتواع، كما نجحت جهود البشرية في العصر الحديث بمنع انقراض بين 20 إلى 32 نوعاً من الطيور و7 إلى 16 نوعاً من الثدييات.